ضجة كبرى أثارتها مجموعة فاغنر الروسية بإعلان تمردها الذي لم يستمر 24 ساعة، وسرعان ما تم السيطرة عليه وإخماده بوساطة بيلاروسية. وعلى الرغم من إنهاء تلك الأزمة في مهدها، فالحديث حول مستقبل مجموعة فاغنر العسكرية ومدى اعتماد موسكو عليها لم ينقطع، لا سيما على الصعيد الأوكراني. وفي غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية أن مجموعة فاغنر واصلت بعض عملياتها بشكل طبيعي مع عودة المقاتلين إلى القواعد التي تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا، وفتح مراكز التجنيد الخاصة بالمجموعة في عدد من المدن الروسية. وعلى الرغم من فتح مكاتب المجموعة وإعلان استمرارها في مباشرة أعمالها بشكل طبيعي، فإن دعوات أخرى في روسيا تنادي بتقليم أظافر المجموعة المسلحة، حيث أكد عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فيكتور سوبوليف أنه يجب على موسكو نزع أسلحة المجموعة التي شاركت في تمرد ضد القوات المسلحة الروسية، كما ذهب آخرون إلى ضرورة محاكمة قائد المجموعة يفيغني بريغوجين جراء قيادته ذلك التمرد. ويقول نواب روس شاركوا في مفاوضات بشأن حملة موسكو في أوكرانيا إن التسامح ينبغي ألا ينطبق على أولئك المتمردين الذين قتلوا الطيارين الروس. ومن ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منظمي التمرد حاولوا إشعال حرب بين أبناء روسيا ليقتلوا بعضهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لإخماد التمرد كانت بهدف عدم إراقة الدماء. الرئيس الروسي أكد أيضاً أن مقاتلي فاغنر الذين قرروا عدم توقيع عقود مع الجيش بموجب أمر من وزارة الدفاع يمكنهم الانتقال إلى روسيا البيضاء أو العودة إلى عائلاتهم.